الشيء هذا جدا متداول، ولعله من كثرة تداوله أصبح من الأمور العادية عند بعضنا. عدم إنكار المنكر بالقلب، هذا الشيء عادي صاير عند كثير منا أو عند بعضنا. إحدى الواجبات القلبية، يعني شلون الحج واجب؟ إحدى الواجبات القلبية إنكار المنكر بالقلب. يعني واحد عندما يمر على ذنب يرى امرأة متبرجة، يشوف صورة امرأة متبرجة بالجريدة، ينكر ذلك، يتأثر من ذلك، لأن هذا انتهاك لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا انتهاك، هذا الرجل أو هذه المرأة تنتهك حرمة الأوامر الإلهية، هذا ذنب. الإنسان أحيانا يمر على هذه الذنوب بشكل طبيعي، صاير كأنه جزء من حياتنا، التلقي لهذه الذنوب تلقي طبيعي، هو هذا الذنب من الذنوب. الإنسان عندما يرى منكرا ينكر هذا المنكر على الأقل بقلبه، إذا ما يتمكن بلسانه، إذا ما يتمكن بيده، على الأقل بقلبه، يعني يتأثر من ذلك. مثلا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مو أنه يشوف أن هذه المظاهر مظاهر طبيعية ويمر عليها مرورا طبيعيا. هذا الذنب. عدم راجع كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتب الفقهية، عدم إنكار المنكر، هذا الذنب من الذنوب. يعني إنكار المنكر هذا واجب من الواجبات بالقلب، يعني لا تصير هذه المظاهر مظاهر طبيعية عندنا، لا، واحد يشوف أن هذا مظهر غير طبيعي،